السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشتركات العزيزات، أهلا بكم في قناتي، أهلا بكل المشتركين الجدد والمشتركات، واللي مازال ما اشتركش يشترك ويفعل الجرس ليصله الجديد، ومع سعيدة هناك الكثير من الجديد. Bonsoir mes chers abonnés, bienvenue sur ma chaîne YouTube, bienvenue à toutes les nouvelles. Abonnez-vous, likez, laissez-moi des commentaires. Aujourd'hui, on va faire un cheesecake. Très très bon. Avec les biscuits. Et le beurre au biscuit. Ma recette, j'ai créé ma recette, ma propre recette. Les ingrédients très très économiques. مساء الخير حبايبي، اليوم ان شاء الله نديرو تشيز كيك بالبسكوي اللوتوس وزبدة اللوتوس بيان سور، وانا درت وصفة خاصة بيا كما تعرفوني، انا نحب نبتكر، نحب ندير وصفاتي الخاصة. يعني هو سهل، من تحت رحيت بيسكوي لوتوس ودرت شوية زبدة ودرته في القالب، وبعدين درت هذيك الكريمة. أنا درت طبعا ياغورت طبيعي، نحبو يجي طول كريمي لما تديروا الياغورت الطبيعي، أو حتى يعني في هذه لأني درت له شوية من زبدة اللوتوس، ما نديرش ياغورت بنكهات، تقدروا تديروا ياغورت فاني لكن نكهة أخرى لا، ديروا طبيعي أو فاني، ومع شانتيي جا خفيف بزاف وروعة، والله تكل في دقائق يعني تم خفيف، ودرت فيه حتى الجبن تاع الريجيم، ديروا اي جبن يسمى تحبوا، تقدروا ديروا حتى الماسكاربون او فيلادلفيا، يعني اللي يقدر يشري، يعني هذا الاجبان هي باهظة الثمن للكثير من الناس، وحتى البيسكوي لوتس يعني شوية باهظ الثمن هو وزبدة اللوتس، لكن احنا انا درت هذا البيسكوي والزبدة، وفضلت ندير الياغورت والجبن الطبيعي، يعني ثمنهم معقولين باش نوازنو. عندي فانيلا هنا، هاني درت والمقادير تلقاوهم في صندوق الوصف. درت البيسكوي 250، يعني باكي تاع 250 غرام، رحيته ودرت 100 غرام زبدة، وكان عندي شوية نوازات وتقدروا ديروا مقليين ورحيتهم شوية خشان مش هذاك، باش يعطيو القرمشة هذيك مع البيسكوي ويعطيو ذوق لذيذ. ديروهم في الجاباري، انا درت هذا تاع 22 سنتيمتر، وعدلته جيدا وحطيته في الثلاجة لمدة ساعتين، وبعدين بديت نوجد في الكريمة تاعي، تشيز كيك تاعي، والله جا ذوق روعة، جربوه ما تندموش، يعني حاجة كي تعود مليحة نقدروا نديروها من حين لآخر، حتى وين كانت شوية مكلفة، يعني كي يكونوا عندكم ضيوف عزاز، او لا جي اشي دو بسكوي 250 avec j'ai rajouté une poignée de noisettes grillées et hachées grossièrement et 100 g de beurre fondu.
Je les ai mis dans un gabarit de 22 cm. J'ai bien aplati. Je les ai mis au frais pour 2 heures. Après, je prépare la crème de cheesecake. J'ai fait 5 pots de yaourt nature. Il y en a 500 grammes. Chaque pot, il prend 100 grammes. La vanille liquide, ça donne un très bon goût. Et vous pouvez mettre du yaourt vanillé pour ne pas mettre la vanille. C'est la même chose. Et après, je rajoute le beurre du lotus. C'est très bon. C'est la première fois que qu'on le ramène en Algérie. J'avais un verre de 250 grammes de chantilly poudre. Vous pouvez mettre la chantilly liquide, 50 centilitres. Là, درت هذاك الياغورت الطبيعي وانا نكتب المقادير مع فانيلا سائلة، يعني من المستحسن خير من البودرة. واذا ما تحبوا ديروا الياغورت بالفانيلا. وهنا طلعت كاس تاع 250 غرام شانتيي بودرة. وإذا تحبوا ديروا 50 سنتيلتر شانتيي سائلة، كريمة سائلة عفوا. وهنا درت 3 علب جبن كريمي أو جبن دو ريجيم هذا. وديروا الجبن اللي تفضلوا، يعني زيدوا 300 غرام جبن مع 500 غرام ياغورت طبيعي. وطلعوا جيدا، وبعدين ضيفوا ملعقتين زبدة لوتس. وهي هو بنين بزاف، ان شاء الله تجربوه. وهنا راني كانوا عندي حبات من البيسكوي، زدت هرمشتهم وحطيتهم مع الكريمة باش يعطوا هذاك القرمشة تاع البيسكوي، تحسوا به أكثر. عدلوا جيدا وحطوه في الثلاجة لمدة على الأقل 6 ساعات باش يحكم روحه. يعني هذا وما فيهش جيلاتين، الكثير ما يحبش الجيلاتين. ولكن لما تديروا الشانتيي بودرة خليوها ديروها، ما تكثروش. انا درتها بالماء بارد جيدا وما كثرتش الماء باش تجي تحكم روحها يعني. ولما تاكلوه راهو يجي خفيف بزاف. وبعدين انا ذوبت هذه زبدة لوتوس باش نزين بيها من فوق بعد ما مرت 6 ساعات او 8 ساعات يعني على الاكثر. يعني يفضل تحطوه 6 ساعات او ليلة كاملة في الثلاجة. وطلعت شوية شانتيي باش نزين بيها. وعندي ورد مجفف ان شاء الله تجربوه. والكثير من الناس يحبوا التشيز كيك، وهي وصفة سهلة يعني ولذيذة. انا ذوبت هذا زبدة اللوتس في الميكرووند وصبيتها فوق التشيز كيك لما نحيت له الاطار هذاك، وزينته بكل لاير كيك. والله جا روعة. alors j'espère que vous allez l'essayer. les ingrédients vous les trouverez dans la boîte à ingrédients.
Quand j'ai mélangé la chantilly avec le yaourt et le fromage, je l'ai mis dans le gabarit avec des biscuits effrités pour avoir le croquant du biscuit et le goût. Après, je l'ai mis au frais pour au moins 8 heures. J'ai fait fondre de la crème de beurre du lotus au micro-ondes et j'ai démoulé mon cheesecake. J'ai décoré comme un layer cake. Là, le goût est très, très, vraiment subtil. J'ai décoré de rosaces de chantilly. Et avec des fleurs séchées, de vraies roses séchées. C'est trop bon, c'est léger. La première fois que je fais avec le lotus, d'habitude, je fais des cheesecakes avec des fruits au-dessus, des fraises, des pêches, des. J'ai fait des cheesecakes au citron aussi. C'est trop bon. Là, جربت بزاف cheesecake. كل مرة ندير درت بالليمون درت بالفراولة بالخور يعني وكل يجيو هايلين يجي كريمي وخفيف وخاصة cheesecake بالياغورت الطبيعي بالزبادي. جربوه ما تندموش. زينته ورديته في الثلاجة حتى جمدت هذيك الزبدة اللي من فوق تاع اللوتيس. وبالصحة والراحة إن شاء الله تجربوه وتدعو لي. يعني وصفاتي كلها يعني ناجحة ونعطيكم بكل صدق. واللي عندها سؤال تخليه لي في صندوق في لي كومنتير والمقادير تلقاوهم في صندوق الوصف إن شاء الله. ما تنساوش ديروا لايكات والإعجابات وشاهدوا الفيديوهات إن شاء الله حتى الأخير تستفادوا يعني وكل اللي نديره يعني فائدة. ولا تنسوني بالدعاء. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. في وصفة أخرى من وصفاتي إن شاء الله وهناك الكثير من الوصفات مصورتهم نسجلهم ونحطهم لكم. alors je vous dis à bientôt. Dans d'autres recettes, Inch'Allah, j'ai beaucoup de recettes il me reste que de les enregistrer. À bientôt. Wa fi amanillah. Astawdi'ukum Allah alladhi la tadhi'u wa da'i'u.